جيت أخاطب صرح وأحكي من منارة، جيت أجدد جرح حزني واستثيرة، جيت أقاسم دين الإسلام المرارة، جيت أجرد حزن أمه من جفيرة، جيت أصفق للتواريخ بحرارة، جيت أوثق ذكريات الألف سيرة، عن صروح وعن طموح وعن إدارة، عن قيادة عن إرادة عن بصيرة، عن وجود الحب عن صدق الطهارة. هو الأب، هو القائد، هو البالي. زايد بطبيعة إنسان، زايد رحمة، يا زايد الخير أعلاكم تواضعكم. كان بمثابة المعلم، sent with kings of all, Sheikh Zayed of Abu Dhabi, kings and people of these nations have welcomed me as a brother. اسم زايد في أي مكان. كان همي الأساسي وحلمه أني أوحد دولة الإمارات، وأن يخلق من دولة الإمارات دولة ذات شأن على المستوى الداخلي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى العربي. الهدف هو الوصول إلى الاتحاد، بغض النظر عن التضحيات اللي قام بها، تضحية شخصية، تضحيات من كل ناحية. ما كان ينام، كان يسهر، وكان همه الأول والأخير أن هذا المولود اللي يقف على قدمه. كان في إخلاص، في إخلاص للفكرة، كان في صدق، كان في تعاون بين الآباء المؤسسين للاتحاد. هذا الأمر ساعد على أن هذا المنجز مش بس يتحقق ويستمر. نشأة الدول هي أخطر وأكثر مراحل إنشاء الدول صعوبة. لا يمكن أن تتحدث عن نشأة الدولة إلا ولديك من الصعاب الجسام التي لا تستطيع جماعات أن تقاومها، لكن زايد استطاع أن يتجاوزها. المشروع العربي الوحيد الناجح والثابت والصامد والمستمر بنجاح هو اتحاد الإمارات. جعل من مجتمع الإمارات نموذجاً فريداً وبحق في التنمية والتقدم، كما جعل منه أيضاً واحد أمن وأمان تتسم بالتآلف والمودة بين جميع سكانه والمقيمين فيه. ما يفهم شيء، يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء. غلطان طال عمرك. ما يسوي شيء ولا يعمل شيء، لازم يعرف ماضي أهله. كان رحمه الله يؤكد باستمرار على الالتزام الكامل بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الأصيلة والحرص الكبير على الهوية الوطنية. الشيخ زايد رغم كان اهتمامه بالحداثة وبتطوير المجتمع، لكن أيضاً كان عنده حرص شديد على المحافظة على القيم وعلى العادات وعلى التقاليد في دولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصاً بالنسبة لأبناء دولة الإمارات. فكان بمثابة المعلم لأبناء الإمارات في خصوصاً فيما يتعلق بهذا الموضوع. وكان دائماً الشيخ زايد طالب، رغم أن احنا نطالب بالتعليم والتقدم وغيره، إلا أن احنا لازم نكون حريصين على عاداتنا وعلى تقاليدنا وعلى قيمنا في هذا الموضوع. الرجال هي اللي تصنع سعادته، الرجال هي اللي تصنع حياته، الرجال اللي هي تصنع حاضرها ومستقبلها. ما في عمل بدون الرجال، ما في. كان لحكمته النادرة وقيادته الرشيدة أكبر الفضل، لا نقول فقط في تحويل هذه الأرض وفي زمن قياسي إلى قلعة شامخة من البناء والتعمير والتشييد
ولكن أيضا في بناء وتشكيل إنسان هذا الوطن. سخر كل أموال الدولة وسخر جهوده من أجل بناء إنسان الإمارات وأن يعد إنسان الإمارات للمستقبل. لا تبنى الأوطان إلا بأبنائها، وهذا كان واضح منذ البداية في فكر الشيخ زايد رحمة الله عليه. حرصا شديدا على أهمية أن يتزامن بناء مؤسسات الدولة والبناء العمراني والتحول والازدهار اللي حصل في دولة الإمارات يتواكب مع بناء القوة البشرية القادرة على أن تحصن هذا الاتحاد. فكان اهتمامه، جل اهتمامه، صب على أهمية التعليم. التعليم اعتبره هو القاطرة التي ستقود دولة الإمارات نحو التقدم والازدهار. مركب الحضارة يتكون من زمن تحتاج الحضارة عشان تتكون، وموارد طبيعية لازم احنا نستغلها عشان نبني هاي الحضارة، والإنسان. وبالتالي الإنسان سابق، لأن الإنسان هو اللي بيستغل هذه الموارد في ظرف زمني معين عشان ينتج حضارة. فالشيخ زايد عرف بالضبط يحط الأشياء في محلها، وهاي من الحكمة. الوالد زايد الله يرحمه علمنا كذلك أن الإخلاص والنية الطيبة والعمل الدؤوب هو سر النجاح. فعرف أن المتعلم هو ثروة لا تنسى، وعرف أن الوطن هو بيت الإنسان، وأن الإنسان بلاي وطن تقوم. العلم هو الذرع اللي بيوصلكم فوق، هو المصعد اللي هو بيوصلكم للخير. إذا تعلمتوا نلتوا كل شيء. هذا اللي يشجع الشيخ زايد. لولا الاهتمام بالثروة البشرية ما وصل المواطن الإماراتي إلى ما وصل إلى اليوم، من حين التعليم، من حين مستوى المعيشة اللائق الذي أصبح مثار في الحقيقة للحسد وللإعجاب من باقي دول العالم. نرتيب بعد من هذا الشباب اللي علم بالفقاهة والثقافة ولم بهذه الأشياء، أن بعد كذلك يصل إلى أشياء أخرى جديدة الآن نجهلها، يبغى يوصلنا إلى شيء جديد. فنحن بنكون معاه، ندعمه، اللي ينقص علينا حن بندعمه فيه. كان رحمه الله سباقا دائما في الأخذ سياسات واضحة وفعالة للتنمية البشرية والمجتمعية بكافة أبعادها، من نشر العدالة وتطوير التعليم وتوفير الخدمات الصحية والحرص على تمكين الشباب ودعم مكانة المرأة. كان يعتبر أن المرأة هي نصف المجتمع، وأن هذا المجتمع لن يرقى ولن يتقدم إلا بأن هذه المرأة تكون قادرة أيضا على قيادة التغير والتحول الذي سيحصل في هذه البلد. كان يقول أن المرأة شريكة الرجال في العمل، مو بلازم الحرمة تندس في بيتها، حرمة للتعلم بتفيد المجتمع وبتفيد عيالها وبتفيد زوجها وبتفيد كل شيء. إذا تعلمت حتى عيالها بتعلمهم وياهم. زايد لم يفرق بين رجل وامرأة، وهذا يعني يخالف البيئة المحافظة القائمة في هذه المنطقة. إذا تحدثنا عن بدايات النشأة في الستينات والسبعينات، لكن زايد تفهم إلى أن نصف المجتمع لا يمكن أن يترك، وإنما لا بد أن يؤهل ليكون جزءاً في عملية البناء. كان يعلم أن الأم المتعلمة معناتها أسرة متعلمة، معناتها أبناء يستطيعون أن يبنوا هذا الوطن بشكل صحيح. ولذلك الناس ما عارضت لما الشيخ زايد طلب أن المرأة تتعلم، يعني الناس تقبلوا من زايد. فهاي
يعني منحة الله للشيخ زايد، هاي الشخصية اللي كان يقبل منه كل شيء. عنده قدرة الله يرحمه عجيبة في التواصل مع الناس، لأن في بعض الناس تقولهم تصل إلى عقلك لكن كلامهم ساعات لا يصل إلى قلبك، وحد بعض الناس يصل إلى قلبك لكن لا يصل إلى عقلك. الوالد زايد الله يرحمه عرف المسج. من البداية أيام ما كان في مدينة العين كانوا يقولون البدو في ذاك الوقت، كان الشيخ زايد لما يطلع إلى مقناص صيد أو يطلع في رحلة في البر ويحصل له بير، والبير هذا يكونون حافينه البدو على أساس يسقون منه إبلهم ويشربون منه ويكون يحتاج صيانة. الشيخ زايد هو وأخوياه اللي عنده يقول لهم نحن اليوم بنقيد عند البير ويقوم بصيانة البير، فيستغربون يعني الناس اللي عنده يا زايد احنا شو خصنا في هالبير، لا عندنا بوش بنوردهن عليه واحنا شربنا منه. قال لهم لا، احنا خصنا في هذا البير، هذا البير يوردون عليه الناس اللي نحن نعتبر مسؤولين عنها في ذاك الوقت، وايام ما كان ما شيء بالايد. الشيخ زايد من البدايات كان نظرته نظرة بناء، نظرة تعمير، نظرة مصلحة عامة. الشيخ زايد اهتمامه بالإنسان هذا شيء مفروغ منه. الشيخ زايد حتى اهتمامه بالحيوان، يعني أنا أذكر قصة الشيخ حمدان الزايد الله يحفظه كان يتغدى في مطعم في جنيف، و الشيخ حمدان عنده بعض الخصال من خصال الشيخ زايد الله يرحمه، فبعد ما شاف مثلا بعض الطيور في البحيرة يعني يتصارعون على شوية خبزة ولا شيء، فقال حق أحد المعاونين اللي عنده قال روح هذا مبلغ عط صاحب المطعم قول له هذا ينفق على يعطي أكل حق الهلاك لمدة سنة. رجع هذا الشخص مع المدير قال ان انا قال هذا انا ما اخذه، قال هذا اكيد حد من عيال زايد وحد من اهل زايد. قال كيف؟ قال اللي اعطاني اياه الشيخ زايد يغطي اطعام هذه الطيور لمده 100 عام. قال هذا ما حد يسوي الا الشيخ زايد ومشكورين. رجع الفلوس. يوم من الايام جيت سلمت عليه وقال لي ير هذا الكرتون، انا جريت لأنه رطب جديد توا جاي شهر 5. قال أقول له هذا مال العام، قال لي لا هذا اليوم شارينه. كم بتشتري في السوق؟ يقول لي أنا كم بتأخذ هذا في السوق؟ تمر يا طويل العمر هذا لو أنا جريت في السوق وتوا جاي 1000 روبية باخذه. قال لي سامع علينا بألف وأنا أعطيته 10,000 عني. قلت ليش؟ قال أعطيته 10,000 وبا ينجع صايح فيهم يزرعون زيادة وبيكثر الخير. شوف ما يعني الشيخ زايد يعني نيته كيف يعني. قال أبا يخبر الناس أنه حصل هذا الثمن من عندنا حتى أنهم يزرعون زيادة ويكثر الخير. من المواقف اللي عشتها شخصيا مع الشيخ زايد في سنة 72 أو 73 الحقيقة، وأنا كنت طالب في المدرسة المعيرية كنت في الصف الرابع متوسط، وجانا الشيخ زايد في زيارة إلى المدرسة ودخل علينا الصف ويعني حيانا وتحدث يعني حديث الأب إلى أبنائه، وبعدين أنا قمت من بين الطلاب وطلبت من الشيخ زايد أن يدفع يساعد الطلبة بأن يدفع لهم رواتب. وفي الحقيقة يعني أنا قلت الكلام بشكل عفوي وترجم الشيخ زايد بشكل عملي مباشرة. بعد ما خرج الشيخ زايد من المدرسة أصدر قرار
بصرف رواتب إلى كل طلبة دولة الإمارات العربية المتحدة في كل مدارسها ذكور وإناث. وأعتقد أن استمر صرف هذه الرواتب حوالي 3 أو 4 سنوات. هذا بسبب طلب طالب صغير في المدرسة. الله سبحانه وتعالى لمن يعطي المال لإنسان ويعطيه 10 ملايين وهو وعائلته كلهم 20 شخص وعنده 10 ملايين وعميات الملايين، يعني هذا وش مسوي عند ربه بدل هاي الأمة كلها؟ هذا يستعجب فكر الإنسان عقليا، يفكر لما نعطي هذا المال، عطي هذا المال لجل يرزق منه، هو يأخذ نصيبه ويرزق الناس ويرزق المحتاج ويرزق اللي عاني، اللي بيجي معاني يبقى منه دعم ولا يبقى منه أخذ بالليد. الشيخ زايد رحمة الله عليه ما هو الشخصية الهينة اللي نقدر نحصي كل مآثره وكل ما قام فيه؟ هو متواضع، هو إنسان كريم، هو إنسان محب، هو إنسان قائد، القائد اللي دائما يحفزك بطريقة وبأسلوب كلم الناس يرون. لم يكن متسلطا بل كان دائما قادرا على التواصل ويستخدم حنكته السياسية في إقناع الآخرين. كان نيته طيب الشيخ زايد، ما كان الشيخ زايد ينوي الحد إلا الخير. اليوم الإمارات والعرب محتاجين إلى شخصية مثل الشيخ زايد، شخص نادر وجوده. زايد من الصعب أن تصنف هل هو وطني، هل هو قومي، هل هو إسلامي، هل هو عالمي أممي إنساني، هو كل هذه الأشياء. وقفنا بظلم ساعة فجأة وفجأة كل شيء مهموم، ومن وقع الخبر صارت تنكس نفسها الأعلام. رحل زايد رحل والليل يتساءل بعد هاليوم، صباحك كيف يا بلاد شعبها الوالد زايد الله يرحمه. هو مات وتوفى واليوم في جنات الخلد، لكن هو في نفس الوقت ما مات، واليوم حي بيننا بأعماله اللي نشوفها وتشوف العالم كله. سيظل بيننا القائد الملهم والبطل المؤسس، سيظل بيننا دائما الزعيم الذي أرسى دولة الاتحاد، سيظل بيننا وهو حكيم العرب وصاحب المآثر والأمجاد. كان هدفه هو أن يبني دولة، وأعتقد أن الشيخ زايد نجح في بناء الدولة. هذا الكيان اللي بناه الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له، أن الواحد يفتخر به ويسعد أن الواحد ينادي بالمزايد. مدينين للشيخ زايد رحمه الله كل ما نحن فيه الآن من رخاء ومن تقدم ومن ما وصلنا إليه. نحن أسعد شعب، لماذا؟ لأننا استمدينا هذه السعادة من أصالة الشيخ زايد. خلق فينا حب الانتماء للدولة، وهذا الحب للانتماء خلق فينا وأصبح موجود بشكل عفوي، وانتقل هذا الحب حتى إلى أبنائنا اللي أيضاً ما شافوا الشيخ زايد. نجح المغفور له نجاحاً كبيراً في تنمية شعور كل مواطن بالولاء والانتماء للإمارات وتأكيد ارتباطه بقيادة الوطن واعتزازه بإنجازات الدولة، بل
وتفاؤله الكبير بمستقبلها. كان يتعامل مع المواطنين باعتباره هو أب بالنسبة له، مثل ما يعامل أولاده أو يتعامل مع أولاده، كان يتعامل مع كل المواطنين بسجية طبيعية وبدون أي تكلف. فزايد بطبيعة إنسان يعني، ونفس الشيء القصص اللي كانوا يخبروننا فيها لما يروح الصيد ويبقى يتوضأ، فزايد لما يتوضأ يدور له شيرة على أساس الماء هذا يصب في عرق الشيرة ويسقي الشيرة، ما يتوضأ زايد في مكان خالي. فهذا يدل على رحمة زايد بالشجرة الصغيرة. وكان منصف للجميع، منصف لأهل البر ومنصف لأهل البحر ومنصف لأهل السيوح واليبان. الإنجاز الكبير بالإضافة لكل إنجازات اللي عملها أنه حول الإمارات إلى حالة حب. كلمة بسيطة في حق نقول: اللهم اجزه خير الجزاء، وخير ما جزيت به قائدا عن وطنه، لكثرة ما أعطانا ولكثرة ما وفر لنا ولكل ما قدمه لنا. جزاك الله عنا يا والدنا العزيز خير ما يجزى به بنات الحضارة، صناع التاريخ، تركت بعدك أجيال واعدين وغادرين يحمون إماراتك الغالية بالعلم والعمل. بظل الأب المؤسس للدولة، بظل أجيال كثيرة في الحقيقة تذكر الشيخ زايد مثل ما تذكر كثير من العظماء اللي مروا في التاريخ واللي كان لهم تأثير كثير في دولهم. وأعتقد الشيخ زايد واحد من هذه العظماء اللي يظل التاريخ يذكره على مدى السنين طويل إن شاء الله. كل الكلمات لا توفي حقك يا زايد، كل الكلمات تعجز عن التعبير مدى الحب اللي زرعته. يعني الإنسان يذهب، في كثير يأتون ويذهبون، لكنك أتيت ولم تذهب من القلوب، بقيت خالدا داخل هذه القلوب، أحببتها وأحبك ولم تنسى ولن تنساك عبر الأجيال يا زايد. رحم الله الوالد الشيخ زايد وأسكنه فسيح جناته، وأعاننا على أن نترسم خطاه ونسير دائما على نفس الطريق، بل وأن نتمثل رؤيته الحكيمة باستمرار في كل ما نقوم به من عمل أو جهد في سبيل رفعة هذا الوطن العزيز. ما في شك الشيخ زايد الله أعطاه إلهام. أنت شوف الياهل هذا، الياهل الصغير وهو يحبوه من يشوف صورة زايد هذا وقف يسافر، شمنا هذا؟ هذا من رب العالمين، الله اختاره وعطاه لله. ما هي صورة أيام من الشيخ زايد، يعني في رحمة في قلبه للناس كله، ما هو بالله للوالد. زايد رحمة.